Наследники Власова لو بقيت رئيس مجلس اداره هتعملوا ايه يعني؟ يلا يلا بقى روح غير هدومك كده على بال انا محضر لك الغدا. اكيد انت ميت من الجوع. اه يا ماما هو فعلا ميت من الجوع. انت مش هتروحي تساعدي ماما في المطبخ ولا ايه؟ لا مش هروح اساعدها. روحي ساعدي ماما في المطبخ. ولو انها مش محتاجه مساعده لكن يلا بقى معلش تبقى تترد لنا في الافراح. مبروك. يا سلام. ليه؟ ما عشتكيش ولا ايه؟ ولازم اقولها يعني؟ يعني بحب اسمعها منك. طب ما انا كمان حاجات كتير بحب اسمعها منك وانت مش بتقول. وحشتيني. بصي بقى احنا بعد الغدا هنخرج على طول. على طول كده؟ ما مفيش وقت، انا هبتدي التمرينات من بكره يا دوب. وانا ما بلحقش اشبع منك. يعني هتنشغل عني تاني؟ الواجب يا فندم. انا ماليش دعوه بالواجب. يا نهارك ابيض، ما سمعكيش بابا كان واقف وشه حمره كده وقال لك الواجب هو كل حاجه. ما دام عشان خاطر مصر كل شيء يهون عشان مصر. هو بابا فين؟ صعب يا شكري، ده وضعي ولا مركزي يسمحولي ان اشارك في محل اكسسوارات. وضع ايه ومركز ايه يا سياده اللواء؟ انت لا هتبيع ولا هتشتري يا راجل. 9 أعشار الرزق في التجاره والمهمات محفوظه. ايوه بس يعني. بس يعني ايه؟ هو انت مش شايف حاله البلد؟ وعشان نرجع الجيش تاني عايز هم ما يتلم، هياخد اللي ورا واللي قدام، وان اجلا او عاجلا الميه هتجف والقرش هيبقى شحيح. ساعتها مش هيبقى فيه غير التجاره، التجاره وبس. والله انا فاهم وعارف ومتاكد انك بتدور على مصلحتي. بس يعني. بس يعني. بس ايه؟ اتكل على الله. المبلغ المطلوب مش كبير والربح مضمون ان شاء الله. مسألة مش مسألة مبلغ. أمال مسألة إيه؟ أنا ما بدورش على شغلانة علشان أجيب منها فلوس، لا. أنا معاش كبير والحمد لله، والقرشين اللي بيجولي من حتة الجنينة اللي في البلد مكفينا وزيادة. أنا زهقت من قعدة البيت، مش متعود عليها. ده حتى المثل بيقول الدائب الطار ولا قعدة الراجل في الدار. أول مرة أسمعك تقول أمثال. شفت قعدة البيت بتعمل إيه؟ الحقيقة طالبة أنت خدمت البلد كتير قوي، والمفروض إن البلد المفروض إن أخدم بلدي طول ما فيا نفس وقادر أقف على رجليا. معقولة؟ معقولة كل الدراسة دي والخبرة تنتهي على كرسي الملكونة؟ معقولة البلد تبقى محتاجاني وأنا واقف أتفرج زي العاطلين وأرباب المعاشات؟ معقولة يا شكري؟ ياه، ده أنت شايل في قلبك كتير أوي وساكت يا ماما. أيوة شكري، شايل كتير وكاتب ومش عايز اعكس الهم ده على البيت. ما انا حكيت لك على مصيبه خالد ابن الصغير اللي كملت عليا. هما وتروح، واذا كان خالد كده ربنا عوضك في عمرو. قال عمرو يعرف حكايه اخوه. لا، احنا اتفقنا كلنا اننا نخبي عليه.
انت عارف ان عمرو طول عمره شايل الهم والمسؤوليه من صغره، مش عايزين نقلقه بحاجه، بس لازم تقولوله على الاقل مش دلوقتي. ايه رايك بقى طلب؟ انا عندي حل المشكله بتاعتي دي. دلني عليه وحات ابوك يجي يشتغل في الاجازه معايا في المحل هنا. ايوه، الشاب في السن ده بيبقى عنده فراغ كتير قوي، يبقى عايز يشغله. لما يجي خالد ويشتغل معايا هنا ويبيع ويشتري ويحس بنفسه بذاته، هيبقى حاجه تانيه. وانا من ناحيتي هشيله على راسي وهديله مكانته، وهيبقى هو الكل في الكل. ساعتها خالد هيتغير خالص. والله فكره هايله قوي يا شكري، عفارم عليك. على الاقل يبقى بيشتغل في محل ابوه. ها؟ انت قصدك؟ ايوه، مبروك يا شريكي. وصلت يا فؤاد، معلومات طنجة لسه واصله بنار الفرن. قلت كده هتحب تشوفها. وفقا للمعلومات اللي بين ايديك، زكي رافع استقر في طنجة هو ومراته وابنه موسى من سنة 1949، واشتغل في حاجات كتير قوي، تاجر في الساعات وفي المفروشات وفي الاقمشه، وقدر يفتح محل صغير في منطقه شعبيه. لكن على عكس كود اليهود، خسر كل حاجه واضطر يبيع المحل عشان يسدد ديونه. الكلام ده حصل في نهايه عام 1961. بعد كده اشتغل في شركه تليفونات من سنه 61 لحد 65. ايه اللي حصل بعد كده؟ مات في حادثه عربيه هو ومراته، وساب ابنه موسى لوحده يتيم لا اب ولا ام. رجع مصر امتى؟ والله حسب دفاتر المينا اللي قدام سعادتك دي بتقول ان موسى رجع مصر في فبراير سنه 1966. الحقيقه انا ما اعتقدش ان الاخ موسى زار عمته. عارف ليه يا فؤاد؟ رغم ان احنا عندنا ملفات لكل اليهود الموجودين في مصر، الا اننا دخنا السبع دخات لحد ما وصلنا لعمته. ما اعتقدش بقى ان هو هيدخ دختنا. الراجل خدها من قصرها ونزل على طنطا. اشتغل في مصنع الزيوت والصابون هناك. الكلام ده تم في ابريل 66. هنا يا حبيبي، هنا يا موريس، تعال تعال يا حبيبي تعال. انت مجنون، اكيد مجنون. لا مكان ولا ميعاد نتقابل فيه. بالعكس يا حبيبي، ده عين العقل، وده احسن مكان نتقابل فيه، لان مش ممكن حد هيشوفنا هنا في ميعاد زي ده. قول يا يعقوب، جايبني هنا عايز ايه يا حبيبي؟ عايز وظيفه يا موريس. وظيفه؟ وظيفة ايه يا يعقوب؟ عندك في الوكالة. وكالة ايه يا حبيبي؟ ترى ايه يا حبيبي؟ انت عندك وكالة تانية غير وكالة المنشية بتاعت قطع الغيار اللي انا عايز اتوظف فيها ولا حاجة؟ انت اتجننت يا يعقوب. موريس، ده مش قراري يا حبيبي، ده قرار الناس هناك. لان من يومين يا حبيبي المعلم اللي اسمه ماجد اللي عامل كبير الحتة اللي احنا ساكنين فيها وقفني وسألني انت بتشتغل ايه؟ والظاهر السؤال ده مهم جدا، لانه لفت نظر الجماعه هناك. ما انت بتلقط رزقك زي ناس كتير يا حبيبي. ما ينفعش يا حبيبي، اليومين دول ما ينفعش، العين علينا قد كده. اصل انت مش مننا عشان كده مش واخد بالك، بس احنا بقى لازم ناخد بالنا. مش منكم يا يعقوب؟ بعد كل ده بتقولي مش منكم؟ سيبك من الموضوع ده يا حبيبي، بكره الصبح هاجي علشان استلم الوظيفة بتاعتي في الوكالة. بس ده ما ينفعش يا حبيبي، احنا المفروض ما نعرفش بعض، مش لازم نتقابل يا حبيبي. جماعة هناك درسوا الموضوع كويس قوي، وشافوا ان ده احسن حل علشان العين تبعد عني شوية، وكمان عشان نقدر نتقابل بشكل طبيعي وفي العلن، مدير والموظف بتاعي. مش عارف يا يعقوب، الآن يا حبيبي. ده مش طلب يا حبيبي، ده أمر. أمر؟ أمر من مين يا يعقوب؟ منهم يا موريس. وانت عرفت ازاي؟ المفروض أنا اللي بتصل بيهم. ده في النظام القديم يا حبيبي، الجديد مختلف. بكرة معادنا في الوكالة. عايز الوظيفة تبقى محترمة. Thank you.
لك خلاص انا هتصرف. شالوم. ايزاك، من فضلك يا ايزاك، هايدي دلوقتي موجوده في مظاهره، عاوزاك تروح تجيبها وتحصلني على مكتبي باقصى سرعه، حتى لو اضطريت انك تستعمل العافيه معاها. شالوم. معلش يا عزه اتاخرت عليكي، اصل الاتوبيس عجلته نامت ونزلت خدت واحد تاني. لو اتاخرت عليا بعد كده انا هسيبك وامشي، انت مش عارف الناس كانت بتبص لي ازاي. ما هم طبعا لازم يبصوا لك، اكيد بيحسدوكي على الجمال ده كله. النبي يا عصام انا مش فاهم الكلام ده. ليه بس؟ كلمت عمرو؟ اكيد لا، لانه ما جابليش اي سيره عن الموضوع ده. ما عرفتش يا عزه، بس حاولت والله العظيم حاولت مرتين، لكن هو ما ادانيش فرصه. خلاص اعمل حسابك انا مش هقدر اشوفك تاني. لا طبعا مش ممكن، انا ما ينفعش يعدي عليا اسبوع من غير ما اشوفك. وانا بقيتش قادره على الخروج اللي في السر ده، كل يوم جمعه بطلع بحج عشان اخرج من البيت، ماما مبقاش عاجبها وبابا بدا يحس. وانا في ايدي ايه بس يا حبيبتي؟ ما قلت لك حاولت والله. اذا كنت انت الراجل مفيش في ايدك حاجه، انا بقى هيبقى في ايدي ايه؟ طيب يا ستي خلاص، انا هتصل بعمر النهارده وهنزل قبله وهحكي له على كل حاجه. عمرو مش موجود في البيت النهارده. ليه راح فين؟ يا نهار اسود. ايه في ايه؟ احنا كل اللي يهمنا دلوقتي مصلحه اسرائيل عزيزتي سوناتا، وعشان نثبت رجلنا في سينا وما نطلعش منها ابدا لازم نعمل فيها مشروعات كبيره قوي بدعايه ضخمه، ولازم العالم كله يعرف ان سينا دي بقت بتاعتنا احنا مش بتاعت المصريين. فكره عظيمه. صحيح بالظبط جفريت سوناتا، بالظبط. واحنا نوعدك ان احنا نعمل كل اللي نقدر عليه ونحط في سينا استثمارات ضخمه كبيره جدا، وده طبعا علشان مصلحه اسرائيل. انا الحقيقه مبهوره بالفكره، عشان كده انا هعرضها في الصحف وهطلب مستثمرين من كل دول العالم. مستثمرين؟ امال احنا رحنا فين جفريت سوناتا؟ انتم هتقدموا عروضكم زيكم زي اي مستثمر تاني، لكن احنا كنا كنتم عاوزين مصلحه اسرائيل، انا عارفه، واسرائيل كمان عمرها ما هتنسى الخدمه دي ليكم. انا كنت بس عايز اوضح الموقف اكتر من كده جفريت سوناتا. ايوه يا ساره، وصلوا؟ طب خليهم يتفضلوا. عزيزتي سوناتا، يظهر ان حضرتك ما فهمتيش الغرض من زيارتنا بالظبط. لا الحقيقه انا فهمت الغرض من زيارتكم بالظبط، وعشان كده حبيت انهي اللقاء بالطريقه دي، مش كده ولا ايه؟ صباح الخير يا حمو. صباح الخير يا استاذ مدحت. صباح الفل والورد والياسمين. ها العيله جت معاك المره دي؟ لا والله يا حمو، الايام دي اصلها ايام ملاحم، والمدام عندي مدرسه مشغوله بقى في المراقبه والتصحيح، ان شاء الله اسبوع عاجبهم. تشرف وتنور يا ابو الذوق المفهوميه كلها. يا سلام، ساعات لسانك بينقط سكر. هلا ايوه يا معلم، او يعوض نقص سكر التموين. لا فك يا هلا، ما تسيب القهوه تروح تشرف السيبه. انا اقدر يا معلم، انا اقدر اسيب القهوه برضو. اهو ما تستغناش عنك كمان يا ابو لمع. اهلا يا سعود، اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا اهلا يا معلم مجد، يزيد فضلك. معلش اصل انا مستعجل عشان رايح الشغل. شغل؟ انت ولا مؤاخذه اشتغلت فين؟ انا مسكت الحسابات بتاعت وكاله موريس بتاع المنشيه. احسن برضو، الايد البطاله نكسب. صح يا معلم، اكبر صح. سلام. على السلامه. مش عارف يا معلم مجد، الجدع ده ما بينزلليش من زور ابدا. ومين سمعك؟ انا كمان زيك، ما حدش منهم بينزل من زور، لا هم ولا قرايبهم. لكن هنعمل ايه بقى؟ ادام مصريين لازم نعاملهم كويس. عندك الست استي دي كلها لبط ومشاكل، ما فيش يوم يعدي. الله، الا بالحق، ما حدش شاف الست استي النهارده؟ لا يا معلم، ده ولا امبارح، ده ولا حتى اول امبارح. يا نهار مش فايد، الست بقى لها يومين ما حدش بيشوفها وما تسالوش عنها. انتوا ايه؟ انتوا كفره؟ في سؤال مهم أنا لسه مش عارف إجابته يا فؤاد، إيه علاقة زكي رافع وابنه ومراته باليهود المغاربة؟ ولأي درجة كان اختلاطهم بيهم هناك؟
ما كانوش مختلطين ببعض على الإطلاق. المنطقة اللي اشتغلوا فيها ما كانش فيها يهود. زاد إن موسى شخص خجول ومنطوي وذكاؤه محدود واتصالاته كمان محدودة. يعني بالتعاون مع المخابرات المغربية ممكن نخفي أثره تماما. رائع رائع. بالشكل اللي انت بتتكلم بيه ده يبقى عندك عملية ممتازة. ربنا يوفقك وتكملها للنهاية. بس انت ينقصك حاجة مهمة جدا. ايه هي يا فندم؟ العنصر البشري يا فؤاد. جايز يكون عمرو ده شخص وطني جدا وكمان شبه موسى، لكن ده مش معناه انه عنده استعداد يضحي بحياته ومستقبله ويروح يواجه كل الخطر ده في اسرائيل. انا ممكن اقنعه يا فندم. ما ينفعش يا فؤاد، لابد انها تكون ارادته وهو الكاملة بحياته ومستقبله. عز سعادتك ان يكون عنده الحماس والاستعداد الكافي. يا اما تلغي العملية كلها يا فؤاد. جرحى ومصابين بقى والنبي يا مه، بقى دي شكل ناس ترعى جرحى ومصابين. والناس اللي بترعى الجرحى والمصابين اللي يبقى شكلهم عامل ازاي ان شاء الله؟ وحشين كده ومبهدلين ومش لاقيين حاجة يعملوها. والنبي يا جماعة دول بيصعبوا عليا اكتر من الجرحى والمصابين ذات نفسهم. بذمتكم مش مكسوفين من نفسكم قاعدين بتتريقوا والبلد غرقانة؟ طب احنا مالنا؟ هو احنا اللي غرقناها؟ ايوه انتوا اللي غرقتوه باستهتاركوا واسلوبكوا السخيف ده. ايوه لزقها لنا احنا بقى. خلاص يا جماعة تعالوا نتنحى ونريحها. عايزاكي. في ايه يا عز؟ عايزاكي ضروري يا مه. في ايه يا عز؟ مصيبة يا مه مصيبة. مصيبة ايه؟ يا نهار، انت واثق من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا الولا خالد يعمل كده؟ معلمي انا لو مش واثق ما اقولكش، انا اجيب الخبر الاكيد يا ما اجيبوش. يا سلام بقى كده، والعنطازة والمنظرة اللي علينا دي كلها وابنهم يبقى كده؟ ايه وبنتهم كمان يا معلم. بنتهم مالها يا رخ؟ شفتها قاعدة في جنينة الاسماك، قاعدة غرامية النمائية. جنينة الاسماك وعملنا فيها شريفة بين سيادة اللواء. وشافك يا عزة؟ شافك مع عصام؟ شافني يا مه وبصلي حتة بصة كنت هموت في جلدي من بعدها. انت عارفة؟ اكيد هيروحوا يقولوا الحتة كلها، هيفضحوني يا مه. انا مش عارفة هبص في وش بابا وعمر ازاي، مش عارفة. طب هدي نفسك بس، هدي نفسك، كل مشكلة وليها حلين. اهدى ازاي بس؟ يا ريتني كنت قوية زيك. ما انت عارفه متولي وحنفي ما هيصدقوا يمسكوا عليا زلة عشان يكسروا مناخيرنا في الشارع كله. انت عارفه بيكرهونا قد ايه؟ عارفه، وكل الناس كمان عارفه. ودي يعني حاجه كويسه؟ المره دي هنخليها حاجه كويسه. ازاي بقى؟ هقولك. لا مش ممكن هسمح ابدا ان سوناتا تتدخل في حياتي او في اي حاجه تخصني. سوناتا تدخلت بموافقتي. بصفتها ايه؟ يعني ايه بصفتها ايه؟ صديقة بتحاول انها بتحاول تسيطر عليا. دي مجرد بداية، سيطرت عليا في الاول في الاخر هتسيطر عليك. سوناتا مش محتاجة انها تسيطر عليا. ده بيتهيألك. سوناتا محتاجة تسيطر على الدنيا كلها، ولو فعلا ما بتحاولش تسيطر عليك ده معناه انها سيطرت عليك فعلا. تكلمتي؟ انا اسفة فعلت وتجاوزتي حدودك. كويس، على الاقل ابقى اثبت ان مفيش حاجة اسمها حدود امنة، كل الحدود ممكن تجاوزها. اطلعي على اوضتك. حاضر. بس برضو مش هسمح لها تسيطر عليا. كلام فارغ. المعلم ماجد ربنا يكرمه هو اللي خد باله ان هي مش باينه بقالها فتره، وطلعنا نخبط عليها محدش رد، وسمعنا صوتها بتنازع جوه، راح المعلم ماجد ضارب الباب بكتفه كسره، دخلنا لقيناها متلقاها على الارض في الصاله يا ولدها. انما ايه اللي حصل لها ده؟ حاله سوء تغذيه واضحه وضعف عام. الحمد لله ان انتوا لحقتوها. البركه في المعلم ماجد. البركه بركه ربنا سبحانه وتعالى متخلف. الحمد لله انها عدت مرحله الخطر. المهم تمشي على الدواء ده لمده اسبوع، وخلوا بالكم ما تسيبوهاش لوحدها، لازم حد يفضل معاها اليومين دول. ماشي يا دكتور، انا هخلي حرامنا وبنتي فاطمه يعملوا عليها نبطشيات لغايه ما تخف. سبحان الله يا معلم، هو مش كان قرايبها اولى بيها؟ المفروض رشيل تنزل تقعد معاه ويعقوب يطل عليها على طول. يا حسره يا اختي، فين رشيل ويعقوب؟ ده الحته كلها جت تطل عليها ما حدش شاف وشه، مع انهم ساكنين في الشقه اللي فيها على طول. خلاص يا ستي تهي، بطلوا لت وعجن. خلاص قلنا ان بنتي وحرامنا هم اللي هيرعوها، احنا عايزين لا رشيل ولا يعقوب،
دول حتى يمكن ينزلوا يزوروها ينحسوها ويجيبوا أجلة. معلم بنجد. نعم يا استاذ، طلباتك. انت اللي كسرت الباب. ايوه، ما كناش نقدروا نسيبوك لوحدك. يبقى انت اللي هتصدعه على حسابك. يا خبر اسود. بس هو بيسمع بقى، يا اما هتقول لي انت يا اما هقول له انا، فاهم؟ هقول له عادي، هقول خلاص ما عادش يجي مني، لازم يعرف مني قبل ما يعرف من اي حد تاني. خلاص يا اخي قول له بقى. عمرو عايز اتكلم معاك. انا يا حاضر، هطلع بس حاجاتي وارصها. لا دلوقتي يا عمرو. اشمعنى؟ في ايه؟ الموضوع مهم وما اقدرش استنى. عرفت انت هتحارب اسرائيل؟ يا عمرو سيبه بقى يقول لك اللي هو عايز يقوله. بقول له يا سلام، ده مشروع قومي ده ولا ايه؟ عمرو انا بحب اختك عزه. استاذ عمرو، في واحد من السلاح ده راجع بره. مين؟ مالش والله. هو مين يا استاذ عمرو؟ انا رجع لك تاني. تفتكر رد فعله هيكون ايه؟ الله اعلم. يا فاطمه، فاطمه انت يا بنتي، يا فاطمه سايباني لوحدي ورحت فين؟ فالح ابوكي بس يقول هتقعد معاكي وهتاخد بالها منك. انا هو يا خالتي استر، كنت بس بشوف الاكل على النار. اكل اكل ايه؟ الله يخرب بيتك. الدكتور قال لازم تتغذي كويس. لا يا اخت، انا متغذيه كويس وصحتي عالي العال. الدكتور ده كلامه كتير، هو كلام على جمرك. اطمني يا خالتي استر، الاكل ده على حسابنا. على حسابكم؟ والله عندك حق يا بنتي يا فاطمه. يا اختي يا اختي، ده انا جسمي تعبان ومموت. يلا محتاجه غذاء كتير، اكل اكل كتير. يلا كده فخده وشويه شوربه. حاضر يا خالتي، من عينيا الاثنين. يوه يا ساتر، اجري افتحي يا فاطمه اجري. يا اختي من ساعه ما رقدت والناس ما بطلتش تيجي. ايه ده؟ عاوزين يطمنوا عليك يا خالتي. عمال على بطال كده، العفش هيتبري. اجري افتحي. فينك فينك يا موسى ابن اخويا؟ تيجي ترحمني من ده كله. اهلا. انشي بقى فاطمة بنت المعلم ماجد؟ مش شبه ابوكي يعني. مين حضرتك؟ حضرتي؟ يا عيني، ما انت على طول ابوكي حبسك في البيت. اقول لك يا حبيبتي، مين حضرتي؟ لو انك هتبقي الوحيده في الحته كلها اللي مش عارفه مين حضرتي. الرائد وحيد، زميل عمك الشهيد المرحوم طه. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل يا ست رائد، تحت امرك. الله يكرمك، انا جاي لك بتوصيه من مرحوم الشهيد طه. عمي؟ عمك المرحوم الشهيد طه وصاني قبل ما يموت ادي لك دي. سيادتك كنت معانا مستشفى؟ كان مشهد رهيب، شيء فظيع، مستحيل اوصفه لحضرتك. سيادة الرائد، هو عمي استشهد ازاي؟ معقول يا خواجة الاسعار دي اغلى من الشهر اللي فات كتير قوي؟ ما انت عارف يا حبيبي، بعد الحرب السوق شح والبضاعة مفيش، هنعمل ايه بس؟ طب عارف مكسبنا في السعر الجديد اقل من مكسبنا في السعر القديم؟ ما ينفعش يا خواجة موريس، ده انا جاي من طرف حبيبك المعلم جمعة. المعلم جمعة زبون قديم على عيننا وراسنا، بس كل حاجة بتغلى يا حبيبي. تغلى 30% مرة واحدة يا خواجة؟ يعني هو بايدي يا حبيبي. طب اهو انت جيت من غير معاد. يعقوب يا يعقوب، امري حوالي، قول للبي البضاعة زادت علينا قد ايه الشهر ده؟ 30%. سمعت يا حبيبي؟ سمعت بقى ولا ما سمعتش؟ بقولك يا خواجة، انا هدفع 15% بس زيادة. ما ينفعش يا حبيبي، ما ينفعش. ما ينفعش ما ينفعش. طب انا هدفع 20% ولا مليم زيادة؟ هم 20% وخلاص، خلينا ناخد كل طلباتنا من هنا ولا اروح اشتري من بره؟ ماشي كلامك يا حبيبي،
20%، بس المرة دي بس. المرة دي بس، المرة جاية حلها ألف حلال. على العموم دي اتعرفنا على بعض، أنت عرفتني وأنا عرفتك، وكل شهر حاجة أخد طلباتي من هنا أو أبعت لك خالد. ده شريكك؟ لأ، خالد ده ابن شريك اللي هو طلبة، ولد ما حصلش. ألو، أهلاً. أهلاً يا عم وصف، إزاي الحال؟ كم واحدة؟ إيه تاني؟ لا، المراية الشمال شحة اليومين دول في السوق قوي، مفيش عليها طلب. عناية، هقلب لك السوق لحد ما الاقيها لك. بكرة بعت لي سمير بعد الظهر، هبعت لك معاه كل الحاجات ديت. يا سيدي مفيش بينا حساب، مع ألف سلامة. سبحان الله، بعت خالد، الواد اتغير خالص. شو قلت لك يا سياده اللواء، الشاب من دول لما يلاقي نفسه وينجح يبقى حاجه تانية خالص. وبعدين انا عامله مدير المحل على سن ورمح. والله ما انا عارف اقول لك ايه، انت رديت فيا الروح، انا كنت يائست من الواد ده خالص. يا سياده اللواء، ولادك طيبين ومؤدبين ومتربيين قوي على الاخر، ربنا يبارك لك فيهم يا رب. انت عارف التلات الجاي انا ناوي ابعت خالد اسكندريه لوكاله الخواجه موريس عشان يشتري بضاعه بنفسه. لا 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 يا شكري، موريس ده حوت كبير قوي، وخالد مهما كان خبرته صغيره. يا راجل خليه على الله، امال يجيب الخبره منين؟ ما كانش يعمل عمليه زي دي. الو، ايوه ماما. عمر اخويا، ماله ماله عم؟ ساعتها ما رجعتش، بس انا كنت عارفه اني هلاقيك هنا. انت دايما بتيجي هنا لما تكون متضايق. بفانوه بالحياه. مين؟ ما رضيش يقول لهم معلومات عن وحدته، خلوه يحفر، خلوه يحفر قبره بايده ودفنوه. مين ده؟ عمي، عمي طه. لازم يدفعوا الثمن، لازم. علشان يدفعوا الثمن لازم نكون جامدين وما نستسلمش، ولازم كمان نتغير ونتحسن علشان نقدر نقوم ونقف. هات ايدك يا عم. انت صح يا مام، لازم نعمل حاجه، اي حاجه. لا مش اي حاجه، لازم نعمل حاجه كبيره قوي، لازم نقلب الموازين كلها، نعمل حاجه ما يكونش في حد متوقع. لازم يا عم، لازم.